هلا بدنا نحكي عن شيء اسمه Impedance Referral أو Reflection through a transform. يعني لما بنحكي احنا Referral أو Reflection خلينا نكمل هاي through a transform كأني عمالي بقول إنه أنا في الحالة العادية بطلع على Impedance بشوفها زي ما هي مظبوط يعني افترض هذه هون زد لود لما بتطلع من هون يعني كأني بتطلع الفولتج وكرنت من هون بشوف زد ال مش هيك ما بشوف قيمتها مختلفة لكن لو أنا جيت اطلعت هون حطيت محول بيني وبين هاي الإمبيدنس وهذا المحول له ريشو A لكن A لا تساوي 1 A اللي هي ايش كانت؟ ستيبينج أب أو ستيبينج داون ريشو تبعت A وهذا عندي هون هيزلت كونفنشن ورحت حطيت انا زد ال هون يعني كاني عمالي بطلع على زد ال من خلال المحول الان واضح الاختلاف بين الشكل الاول والشكل الثاني هذا هون راح يبين هاي زد ال راح تبين كانها زد ال داش طب زد ال داش ايش علاقتها بزد ال وشو علاقتها بايه واضح على الاقل شو السؤال قبل ما نعرف الجواب ماشي واضح فاهمين علي عمالنا بنقول بالحاله العاديه انا لما بطلع على مقاوم او امبيدنس زد ال بطلع عليها من التيرمينالز هذول الاثنين شو راح يكون العلاقه بين الفولتج والكرنت؟ راح يكون في على اي مش هيك؟ في على اي بتساوي زد ال او في على زد ال بتساوي اي مش هيك؟ ما في مشكله هاي الحاله العاديه بتجاوبها بالسيركس هلا احنا بنقول لو انا اجيت اطلعت على مقاومه من خلال محول والمحول هذا له ستيب داون ريشيو اي مثلا واي كانت ما تساوي واحد اكبر من واحد يعني A تساوي 10 مثلا. هاي زد ال راح تبين عندي هون كانه عندي مقاومه ثانيه. يعني ما راح تكون نفس واضح السؤال واضح شو الهاي؟ ما راح تبين زد ال انها زد ال، راح تبين زد ال مختلفه مضروبه بكونستنت معين كانها 10 زد ال او 100 زد ال او 10 زد ال او 1 على 100 زد ال مضبوط؟ فانا استعملت المحول هون كاني عم بعمل شيء اسمه امبيدنس ترانسفورميشن، الامبيدنس بتبين مختلف عن قيمتها الاصليه. بشرط طبعا انه A ما تساوي لو A تساوي 1 بتضلها زد ال زي ما هي تمام ممتاز اوكي ماشي واضح السؤال فاهمين علي شو السؤال؟ جواب ما بنعرف لسه شو بس احيانا مهم يا عضي الراعي ايش نعمل؟ نفهم السؤال مزبوط نفهم السؤال هو نص الحل اذا نفهم شو الحل فانا اللي عم بشرح لكم اياه بقول لكم انه زد ال بالحاله العاديه بتبين زي هيك انا بقول هلا زد ال داش هاي او زد ال برايم شو بتبين معي لما تكون A مثلا اكبر من 1 هذا هو السؤال اللي عم نساله هون هذا اللي بدنا نجاوب عليه ماشي واضح؟ نراجع المعادلات الأصلية عندنا هون، راح نفترض إنه عندي VP على VS تساوي A، فإذا هذا ستيب داون ترانسفورمر معناها إيش راح يكون؟ أكبر من واحد مضبوط؟ لأنه VP أكبر من VS، وطبعاً هذا بالضرورة كمان بيساوي M هي على NS اللي هم عدد لفات البرايمر وعدد لفات السكندري، بس أنا بيهمني هاي بشكل رئيسي VP على VS. بالضروره اذا كان هذا ستيب داون في بي عم تنزل من في بي لفي اس شو بصير بالكرنت؟ برتفع ليش؟ عشان احافظ على ايش؟ باور الباور تمام اذا احنا بنقول كمان انه اي بي على اي اس بيساوي 1 على اي ماشي هذول متذكرينهم العلاقتين هذول علاقتين مهمات اللي مش كثير هلا عدد اللفات الوقت الحاضر خلصنا من عدد اللفات خلينا نركز على الفولتج والكرنت فاحنا بنقول في ايديال ترانسفورمر ما فيش فيه لوسز في بي في اي بي في كوساين ثيتا بيساوي في اس في اي اس في كوساين ثيتا وثيتا للبرايمري هي نفسها ثيتا للسكندري مش هيك متذكرين؟ الفيز انجل للبرايمري هي نفس الفيز انجل للسكندري بين هذول العلاقتين بدي احاول اشوف الان زد ال داش شو بتساوي بدلاله زد ال وايه؟ ملاحظين زد ال داش على ايش رح تعتمد؟ على في سكندري رح تعتمد على في سكندري يعني لا على ايه؟ وعلى زد ال يعني زد ال هلا رح تكبر او رح تصغر بشيء يتناسب مع ايه مش هيك؟ هذا المنطق هيك المنطق مش هيك؟ خلينا نشوف شوف هلا انا عندي هون بين النقطتين هذول ايش عندي؟ هون عندي في اس مضبوط؟ اذا بين النقطة هاي والنقطة هاي عندي في اس والكرنت اللي مار في زد ال ايش هو؟ اي اس وعندي بين النقطتين هذول في عندي في بي وعندي هون كمان اي بي بدك تسأل سؤال او شيء كنت؟ لا إذا أنا عندي البرايمر هو VP IP والسكندري عندي VS VS
في اس ال اس او في اس في اس اي اس. هلا احنا عارفين انه عندي زد ال بتساوي في اس على اي اس. لو انا طلعت الان هون لو بدي اقارن هذا الشكل بهذا الشكل شو الفولتج اللي هون عندي مقارن نفسه في دي مضبوط وهذا من هون هو اي بي اي بي. اذا زد ال برايم شو بتساوي في بي على اي بي في على اي بي تمام اشكرك. اذا هذا بيساوي في بي على اي بي. لكن انا مش بقدر اعوض محل في بي شيء ومحل اي بي شيء. شو بقدر احول محل في بي اي بي اس اي بي اس محل اي بي شو بقدر اعوض؟ اي اس على اي اس على اي مش اي اس على اي. طيب لما بقسم على اي شو بصير بالاي اس تبعك؟ بتطلع فوق سكوير في اس. لكن في اس على اي اس شو بتساوي؟ زد ال زد ال اذا شو صار بالمقاومه هاي اللي حطيتها اللي تفرجت عليها من خلال ستيب داون ترانسفورمر الريشو تبعته ايه شو صار فيها ضربتها في الاي سكوير اوكي واي سكوير اللي هي الريشو ما بينهم هذا قانون مهم جدا معناه لاحظوا ها اذا هذا ستيب داون ترانسفورمر ستيب داون بحكي عن كرنت ولا فولتج انا بحكي ستيب داون عن كل فولتج اذا هذا ستيب داون ترانسفورمر يعني ايه اكبر من واحد المقاومه اللي بتكون هون ايش راح نشوفها راح نشوفها اكبر بكثير مظبوط واذا كانه هذا ستيب اب ترانسفورمر ايش راح نشوف المقاومه هاي بالضبط بس الريشو مش ايه الريشو ايه تبي ماشي واضحه هاي هذه بنسميها impedance transformation.